الفيلم اللي غادي نهضر عليه اليوم هو أصحاب ولا أعز، اللي هو أول إنتاج عربي ديال نتفليكس. الفيلم اللي ناض عليه شي صداع وقلت غادي نتفرج فيه ونشوف واش طاري. إلا كنتو كتقلبوا على الإثارة والبوليميك، هاد الفيديو ما غادي يفيدكم فوالو. إلا بغيتوا تعمقوا معايا في الرسالة ديال الفيلم، مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال سوليما بودكاست. الحال الناس اللي مازال ما تفرجوا فيه يمشوا يتفرجوا عادي يرجعوا، لاننا غادي ندخلوا في التفاصيل اللي تقدر تحرق لكم القصه. انا كنصح باش انكم تشوفوا هذا الفيلم، ولكن الا كنتوا من النوع اللي كيتصدم على سبه بلا ما تفرجوا فيه. القصه ديال الفيلم هي ديال صحاب كيتلاقاو باش يتعشاو، وغادي تطرح واحد الفكره ديال يلعبوا واحد اللعبه. غادي يحطوا التليفونات ديالهم فوق الطابله، واللي جاه شي ميساج غادي يقراه بصوت مرتفع، واللي جاتو مكالمة غادي يجاوب السبيكر قدام كل شيء. ماشي هيني، بنحط تليفوناتنا كلنا على الطاولة ومنكفي العشاء عادي، وشو ما بيجي تليفونات، مساجات، ايميل، واتساب، يا صايعة منشوفهم ومنسمعهم كلنا. يا صايعة يا صايعة يا صايعة. الغرض من اللعبة هو ان يبرهنوا لبعضياتهم انهم عندهم ما يخبيوا. مش مزبوط، كل واحد منا الا ما يكون عنده عنده ايه اسرار يعني. لا طبعا، احنا بقى لنا 20 سنه مع بعض، دلوقتي هيبقى بيننا اسرار مثلا؟ يا ريت فيش سر، كنا على القليله متسلى يعني. ولكن كل ما الليله كتزيد كل ما الاسرار كيبداو يبانوا، والعلاقات ديالهم كتتوتر. كل فيلم قبل ما يدخل في الصح كيكون عنده واحد الطرح ديال الشخصيات والاحداث اللي منه غادي ديماري القصه. هاد القضيه كنسميوها البريميس، وكل ما كانت البريميس قويه كل ما كتشدنا باش نبقاو متبعين القصه. باش نعطي مثال بحال فيلم جراوند هوك داي، واللي لعب فيه الدور ديال البطوله بيل موري، واللي البريميس ديالو هو صحفي اللي مسافر للتغطيه ديال واحد الحادث في شي قريه ديال الميريكان، غادي يولي مبلوكي في النهار اللي كيتعاود. كل صباح فاش كيفيق جميع الاحداث اللي وقعت ليه البارح كتوقع ليه عاوتاني اليوم، وهكذا. هاد البريميس زوينه لحقاش كتخلي المتفرجين متشوقين باش يعرفوا كيفاش غادي يخرج من هاد الحصله. في الفيلم ديالنا اصحاب ولا اعز كنشوفوا ان البريميس ذكيه، هي ماشي خياليه بحال جراوند هوك داي، ولكن واقعيه، واي واحد فينا يقدر يفهم مدى التوتر اللي كيكون فاش شي واحد كيقلب لك في تليفونك. راه بعض المرات كتبغي توري غير تصويره لشي صاحبك وكتمد ليه التليفون وكتبقى قانع ليه لا يسوايبي بصبعو على اليمين ولا على اليسار. هاد البريميس هي اللي خلات هاد الفيلم اللي هو في الاصل فيلم ايطالي سميتو بيرفيتي سكونوشوتي يديروا ليه بزاف ديال ريميكس، لان اي واحد في العالم غادي يقدر يفهم ويتوتر من الفكره ديال اللعبه، سواء كان في المانيا. Familie zerbricht wegen einer SMS. Wenn ich mit Mädchen rumficke, dann lösche ich die SMS auf wenigstens. Was redest du denn? تركيا. Kim bu? Tanımıyorum. Numarayı kaydettim. Ne demek bu şimdi? Yep. Alo, aç. Alo. Alo. Japon. Kettai. Koko ni deste. Mise aemasho? E? Himitsu nai nara daijoubu desu yo ne? Ula hatta al-Yunan. Ήρθε μήνυμα στον Αλέκο. Σε μένα. Για δούμε. Θέλω το κορμί σου. ولا بد كل بلاد غادي تزيد في القصه واحد النكهه محليه وتطرق المواضيع عندها علاقه مع هذيك البلاد ولا هذيك الثقافه. النسخه العربيه وكنظن داكشي علاش ناض عليها الصداع طرقات المواضيع اللي كاينه في المجتمعات ديالنا، ولكن كاين اجماع باش ما نهضروش عليها. واحد النفاق جماعي تحت شعار حشومه ولا هادشي لا اخلاقي. هنا فين بالنسبه ليا كاين فرق بين هاد النسخه والنسخ الاخرين. الا مثلا كاين شي مشكل اجتماعي في شي بلاد وحده اخرى، كينوض واحد الجدل ماشي لحقاش داك الموضوع تجبد، ولكن كينوض الجدل على المبررات الارغومنتس اللي طرحوهم الشخصيات في المعالجه ديال داك الموضوع، ويقدروا الناس ما يتفقوش معاهم. اما في اصحاب ولا اعز فالانتقاد ناد غير لحقاش الموضوع
تجبد اصلا. بحال الا اللوجيك هنا هي ان الا ما ذكرناش شي حاجه فراها ما كايناش. بحال الا فاش كتشطب دارك وجمعتي الغبره تحت الزربيه راه ماشي لحقاش ما كتشوفهاش، يعني انها اختفت من الوجود. المهم خليونا نرجعوا للموضوع ديال الفيلم. كيف ما قلت من غير هاد الخصوصيات ديال كل بلاد فراه الرساله والافكار اللي كيطرحها الفيلم كتبقى يونيفرسال. السؤال الاول اللي كيطرحوا الفيلم هو باين وواضح، وهو العلاقه ديالنا مع الهواتف الذكيه، والى اي حد ولينا متشبتين بالتليفونات وما قادرينش نستغناو عليهم، وشحال ديال الاسرار اللي ما مقاسمينهم غير معاه هو. شوفي عم طلعوا فيه انه هيدا المصيبه كل حياتنا فيه، بحط شرط ولا كوب يضلوا مع بعضهم اذا بفتشوا بتليفونات بعض. ولكن هذا السؤال الاول غير كيطرح الاشكاليه، وهو نتيجه ديال المشكل اللي هو اعمق. هاد المجموعه ديال الصحاب والكوبلات اللي مقاسمين حياتهم وكيعتبروا راسهم قراب عندهم مشكل كبير، والمشكل ماشي هو الاسرار ديال كل واحد فيهم، المشكل هو انهم ما بقاوش قادرين يهضروا مع بعضياتهم. هنا الهضره ما كتعنيش البلا بلا، كتعني الهضره ديال بصح، الهضره اللي كتخلق واحد ريل كونكشن. هو ده الحاجه الوحيده اللي خلاتك تبص لي؟ انت ما تعرفش عني اي حاجه بقالك سنين. بحال الا العلاقه ديالهم ولات سوبرفيشال غير سطحيه، اما الامور العميقه والحقيقيه ما بقاوش كيبارطاجيوها مع بعضياتهم. بحال مثلا المراه اللي مخبي على رجلها انها غادي دير عمليه تجميل، ولا راجلها اللي مخبي عليها انه كيشوف طبيب نفسي، ولا الكوب اللي عاشوا دراما في حادثه السير اللي ماتت فيها الروح وما عمرهم حاولوا يهضروا على الموضوع وكيبينوا بلا كل شيء بخير وعلى خير. انت مش واخد بالك ان احنا عمرنا ما اتكلمنا في الموضوع ده من ساعه الحادثه؟ هذيك الريل كونكشن اللي كتخلي الكوبل والاصدقاء يساعدوا بعضياتهم ويساندوا بعضياتهم ما كايناش. انا كنت بدعي ربنا انك تبطل تحسسني بالذنب، وانك تسمعني انك سامحتني وانك لسه بتحبني. وهنا في البارادوكس الكبير، احنا اليوم عايشين في عالم اللي كل شيء كونكتد، ولكن في نفس الوقت عمر كان عندنا هذا الاحساس الشديد بالوحدانيه. راه ماشي الصحاب لحقاش كيتلاقاو وكيتعشاو وكيهضروا وكيضحكوا انهم ما كيحسوش بالوحدانيه كل واحد من جهته. كتشوف بلا في يديك كاين واحد الجهاز اللي كيخليك تهضر مع صاحبك واخا يكون في القطب الشمالي. كنعيشوا في مدن اللي فيهم بنادم غادي جاي، كنحسبوا الصحاب الواقعيين والافتراضيين بالجمله، واخا هكاك كندخلوا لديورنا وكنحسوا براسنا بحال في شي جزيره مهجوره. شحال من مره تلاقينا مع اصحابنا ولا عائلتنا ودوزنا الوقت اكثر نيفنا في التليفون على اننا نهضروا ونتاكروا مع الناس اللي جالسين معانا. هذه القضيه كتبين واحد الصعوبه اللي ولات عندنا كبشر في التواصل الكوميونيكيشن. الاشكاليه الثانيه اللي كيطرحها الفيلم بالنسبه لي هي السؤال ديال واش بغيو تعرفوا كل شيء على الناس اللي مهمين في حياتكم، ولا تفضلوا ان كل واحد يكون عنده الاسرار ديالو؟ بطبيعة الحال الجواب غادي يكون مختلف من إلا كانت القضية متعلقة مع صديق ولا الشريك ديال حياتك. ولكن السؤال اللي كيتطرح واش لحقاش مثلا مجوجين خاصنا نعرفوا كل شيء على بعضياتنا، ولا خاص يكون واحد شوية ديال الحرية الذاتية ديال كل واحد. هنا ما كنعنيش الحرية يعني الخيانة بيان سور، ولكن كاين خصوصيات اللي واخا انتوما كوبل كتبغيو تحتفظوا بها كل واحد راسه، كتخليو واحد البرايفت سبيس ديالكم. مش مزبوطة انه في شي غلط، كل واحد كمان حلو يترك خصوصياته، بعدين انه بحس انه خلص بتروح كل الاتراكشن بيناتنا. لا النهاية ديال هاد الفيلم صراحة كترجع عند هاد النقطة بالذات، من بعد ما تفرقعات الرمانة وتخربوا البيوت كيف ما كيقولوا المصريين، المخرج كيقترح علينا النهاية ديال إلا كانوا قروا باش ما يلعبوش اللعبة ديال البورتابلات، بحال واحد البارالل يونيفرس اللي كانوا فيه الأصدقاء أتلاقاو وقروا أنهم ما يلعبوش هذاك اللعبة. كيورينا كيفاش كل شيء دوز سواريا زوينة وكل شيء داخل داره فرحان، لحقاش في هذه النهاية كل واحد اختار باش يخلي الأسرار ديالو لراسو. هذه النهاية بالنسبة لي هي اللي كتخلي الفيلم يكون مفتوح، بحال الكاتب تيقول لنا نتوما تختاروا شنو اللي مسلككم،
في اخر المطاف كنشوفوا بالله هاد الكوبلات والصحاب القاسم المشترك بيناتهم ولا القاسم اللي بقى مشترك بيناتهم هو العامل علاش اصلا they lost real connection. ماشي كله بسبب التكنولوجيا ولكن الخوف من عدم تقبل الاخرين وحتى من طرف الناس اللي اقرب ليك. اذا كيفضلوا يلبسوا واحد الماسك ديال السعاده واخا على الوجه ديالهم كاين الالم والتعاسة. شكرا للتتبع ديالكم لهذه الحلقه ديال سينما بودكاست. شكرا خصوصا للمساندين ديال القناه على باتريون. نتلقى السيمانه الجايه في حلقه جديده. تهلاو في ريوسكم.